يا باسف ما شاء الله الله ما ضرك يا اخي ما شاء الله والله ما ضرك لا يا سيف زمان كنت مش احمد ضعيف والله زي القشه مروح بس هسه بقيت ما شاء الله حاجه والله يا كيف فقر بس كتافين وما شاء الله سمين الحمد لله الحمد لله بيقول لها 10 سنة بس اللي غبتها في ليبيا دي اجى لقاك بقيت كده 10 سنة 10 سنة شوية 10 سنة كفيلة ما قدرت ده لكن يا اخي ما قدرت ده يا اخي يا اخي زمان زمان كنا نقول لك بدل المجاعة اشرب 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 الشاي اشرب بقيت منفخ والله والله منفخ للفيخ اسمع ابوك لسه في اللف والدوران ده تقصد شنو؟ لا ما انا اصله معلش ممكن اعرف سبب الزياره؟ ما انا اصلا مشيت ليبيا بجاي والحاجه ماتت بجاي عشان كده ما بدي تكون فاتحه دي فتحت حبوبتها الله يرحمها اي معلش حكي اقعد معلش مشكلة شاي لا لا الشايات دي شربتها كثير كل ما امشي بك يدوني شاي يدوني شاي نعمل لك حاجة ثانية في مويه في لا ما داير والله ما داير والله في اسمع انت حاج مصطفى وين؟ ابوي عشان داير الدور الفاتحة مش السوق ها؟ مش السوق مش السوق؟ اي خلاص كويس لأن أنا زاد ماشي السوق حيلقاه هناك بدي الفاتحة أنا مش ده ياهو لا ما اظن ما ياهو لكن مش ياهو ذاته نمشي عليه حاج مصطفى حاج مصطفى فاتح ولدي مات نزار مات نزار منو؟ نزار الفيلم ابو ظبي ها؟ الفيلم ابو ظبي ماله؟ عنده شنو؟ هي منى هي كمان منى مشت السعودية واتزوجت والدربوعة دي مشت السعودية يا ولدي أنا راجل عندي سكري ومؤمن بغضاء الله وقدره المات لي منه سيف لكن سيف ده أنا خليته شديد تكون كهرباء يا حاج السادة بالله كلنا لها يا ولدي ما قلنا حاجة لكن المات منه انت ما عرفتني ما لدت تقول انت عباس وجادين يا عيني ذاتي انا والله عينك نجيضة انا كنت في ليبيا وبعدين ما حضرت وفاة الحاجة قلت عشان مات لوم اجي اديك الفاتحة فاتحة حاج مصطفى عينك نجيضة حمراء